يبدو أن احتمال استقالة رئيس الوزراء العراقي لم يلقي بظلاله فقط على الساحة العراقية، بل له تبعات أخرى على المستوى الدولي، حيث اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية استقالة عادل عبد المهدي على أنها ضربة قاسية لإيران، تزامنت مع حرق المحتجين قنصليتها في النجف وتدميرها بالكامل، إلا أنها عادت وقالت أن إيران لن تتأثر مدام قانون الانتخابات العراقي موجود. وبدأت الصحيفة تقريرها بأن لعبد المهدي روابط وثيقة مع إيران، حيث عمل عن كثب مع طهران أثناء وجود الرئيس صدام حسين في السلطة، وكان عضو في حزب مرتبط بها لسنوات. كما أن طهران سعت كثيراً إلى دعم عبد المهدي منذ أن أصبح رئيساً للحكومة في عام 2018، وذلك وفقاً لتقارير المخابرات الإيرانية المسربة التي حصل عليها موقع The Intercept وشاركها مع صحيفة نيويورك تايمز. وكشفت الصحيفة أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني هو من كان قد توسط في وقت سابق من هذا الشهر في اتفاق لإبقاء عبد المهدي في منصبه مدة 6 أسابيع على الأقل. بالمقابل أوضحت الصحيفة أنه يمكن للاستقالة ألا تعني شيئاً لإيران في ظل نظام الانتخابات الحالي التي تسيطر عليها أحزاب موالية لطهران في العراق. وأضافت أنه من شأن استقالة عبد المهدي أن تجعله ضحية سياسية بارزة في موجة الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، وسيصبح التوافق على رئيس وزراء جديد عملية شاقة لموازنة الفصائل السياسية المتنافسة، فقد أمضت هذه الأحزاب عاماً كاملاً لتعيين عبد المهدي رئيساً للوزراء. لا